السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. فيديو جديد، فيديو حماسي قوي يا جماعة النهاردة، لان احنا متحمسين قوي قوي للفيديو ده، نازلين بكل طاقة وكل همة وكل نشاط، جايين نجيب حلاوة المولد. ويا جماعة اتفضل، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. ونظرا للخلاف على الموضوع، احنا ما بنحتفلش ب يعني احياء الاحتفال بالرسول عليه الصلاه والسلام وبيوم ميلاده مش بدعه. مش بدعه، بس ان انت تاكلي حلاوه المولد دي فيها نقاشات وحاجات بس بما ان النيه من جوه ان احنا بنحتفل بيوم مولد الرسول، فطبعا احياء ذكرى الرسول بالظبط. وده على حد علمنا، عشان ما بس مش عايزين اختلافات في الكومنتات، لا انا جبت جوجل وشوف، وخناقات وكده. فاحنا يا جماعه بس نازلين نفرح الناس، نازلين نحسس ان الناس ان في حاجه فعلا حلوه الناس تفتكرها والناس يعني تفرح بيها بس. فاحنا قررنا ان احنا هننزل دلوقتي نشتري حلاوه المولد ونعملها توزيعات ونفرح بقى الناس بيها. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا ونفرح عدد كبير من الناس، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا تاني ونفرح الناس بحاجات تانيه كتير ان شاء الله باذن الله. وطبعا يا جماعه احنا مش بنعمل الفيديو ده من جهه التفاخر او الكلام اللي انتوا هتكتبوه، احنا بنعمل كده عشان اي حد بيشوفنا عايز يعمل كده يتشجع، لان زي ما احنا بنشجعكم في حاجات كتير حلوه، وزي ما احنا برده ساعات بنعمل حاجات ما بتبقاش حلوه وانتوا بتعرفونا الحلو والوحش او انتوا اعملوا ايه او ما نعملش ايه. فاحنا برضو عايزين برضو نفيد، وعايزين الناس يعني نتعلم حاجات حلوه من بعض. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك، ما تنسوش والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتكتبوا كومنت حلو يفرح قلبنا. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل حد في القناه بخير وسعاده، وصلوا على النبي في الكومنت. السلام عليكم، افضل الصلاه والسلام. يلا بينا دلوقتي. طبعا انتوا عارفين حلاوه المولد كله بقى بيفرش في الشارع عشان تشتروا بقى انتوا كده. بصوا والله في عرايس جميله قوي، شايفين العلب اللي هناك دي عجبانه برده، بس احنا عايزين حاجه تكون وزن كيلو، مش عايزين اكتر من كده برده، عشان ايه؟ عشان احنا ما شاء الله يعني هنجيب كميه. يا جماعه انا هعمل لكم القشطه دي في قناتي في روتين يوم المولد ان شاء الله. هنعمل لكم القشطه دي يا جماعه في قناتها. بصوا يا جماعه هنشوف بقى دلوقتي هنجيب ايه. انا مش عارفه انتوا سامعيني ولا لا، عشان الست بتاع الشارع دوشه قوي. هنشوف بقى هنجيب ايه ونرجع لكم. في علب اهي كيوته وصغننه، احنا ممكن نعمل علب زي دي ونجمعها احنا. هنشوف. بصوا انا مشكلتي انا ما باكلش بقى الحاجات دي، يعني انا ما باكلش الحاجات دي. لبنى بتحبها قوي. المولد لما علي جابها لبنى جاب لي كل الملبن اللي في الدنيا الا الملبن اللي لبنى بتحب الحاجات دي قوي، انا لا الصراحه ماليش فيها خالص خالص خالص. يلا الف هنا على اللي هياكلوها يا رب، والف هنا على الناس اللي بتحبها. بصوا بصوا بتقول لهم هاخد واحده ليا بره الحسبه. بصوا العرايس جميله قوي، عايزه اروح اجيب لقدها مجوري واجيب للبنى واحده بالحلاوه عشان لبنى بتحبها. يلا يا لبنى الاخبار؟ تمام 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 تمام. بصوا يا جماعه ده شكل العلبه. معلش يا جماعه انا نفسي والله اتكلم معاكم، بس اصبروا بس هلف الملف ده ان شاء الله على خير. إيه؟ الله وقعوا، لفت على خير. كنا راسين رصه كبيره كنا راسين رصه كبيره ووقعت. ده يا جماعه شكل العلبه اللي وريناها لكم، وجواها اللي انتوا شفتوه، جواها اللي انتوا شفتوه. انا ما وريتهمش. احنا يا جماعه انا قلت لكم ان احنا هنشكل تشكيله في العلبه دي، عشان احنا جبنا في كل علبه كيلو، لان احنا ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، يعني جبنا عدد كبير من حاجه. بس شكل العلبه بقى والله كيوت جميله، فحطينا فيها حاجات حلوه يعني الناس كلها بتحبها، ما عدا انا ما بحبش الحاجات دي. انا بموت في حلاوه المولد، حتى القرص اللي بيفضل في الاخر ما حدش بياكله ده. هدور للبنى على العروسه اللي هي بالحلاوه دي واجيبها لها تاكلها. بس يا جماعه دلوقتي بقى نبتدي التوزيعات، وهحط لكم بقى ايموشن على وش الناس عشان طبعا ما نحرجش حد. ويلا بينا نبتدي التوزيعات. انا متحمسه قوي متحمسه قوي. يلا انا طبعا يا جماعه مش عارف انزل بقى، لان انا سايقه وقاعده كده في العربيه عشان الطريق مليان. بصوا هي لبنى راحت. يلا يا لبنى. والله يا جماعه الحاجات دي بتفرح قوي والله العظيم. كفايه ان حد يدعي لكم دعوه حلوه بجد، اعملوا كده حتى لو علبتين، حتى لو هتجيبوا فرداني وتفرقوا كده في الشارع والله العظيم. ادعيت لك قالت لك ايه؟ قالت لي ربنا يكرمكم ويرزقكم ويخليكم يا رب. يا رب اللهم امين. شفتوا الدعوات الحلوه دي بقى بكنوز الدنيا كلها والله العظيم. بصوا يا جماعه ياخدها منها. بصوا لبنى في واحده بتاعت خضار لبنى بتجيب منها، هي لبنى بتحبها. فلقت جوزها فبقول لها طب ما هو كده كده هيديها لها، قلت لي بدل ما ياخدها منها هيديها لها يا لبنى، ما تقلقيش هيديها لها ان شاء الله. يلا يا لبنى سريعا. شاطره يا لبنى والله. جماعه في حاجه وحشه بس بجد اللي احنا عملناها بجد، ان احنا زحمة. الدنيا زحمه وفي وقت مدارس
ومش عارفه اركن بقى والتكاتك كتير ومش عارف ايه، بس احنا هنفرح الناس رغم المأساة اللي احنا ان شاء الله. الدنيا زحمه قوي، يلا يا لبنى عدي. انا كنت عايزه اركن الناحيه التانية دي وما عرفتش عشان التكاتك كانت كتير قوي، فقلت لبنى هعديك الناحيه التانية بقى وانت عدي. عاش يا لبنى والله. انا نفسي انزل والله وسعيده، بس انا يعني انا هعمل ايه؟ انا قاعده في العربيه عشان خاطر ما مش عارفه اركن، مش عارفه اعمل حاجه. بصوا الدنيا زحمه ازاي، ما شاء الله المدارس رجعت. كل سنه وانتم طيبين على رجوع المدارس. يلا يا لولو، عاش يا لبنى، عاش عاش. شايفين لبنى فرحانه ازاي والله. يلا يا جماعه انزلوا وفرحوا نفسكم وفرحوا ولادكم، وهاتوا حاجات لاولادكم خلوهم ينزلوا يوزعوها كده عشان يبقوا من هم صغيرين متعودين على الحاجه الحلوه دي، ومتعودين ان هم يفرحوا الناس اللي حواليهم ويطلعوا صدقات وكل حاجه. يلا يا لبنى عاش. يلا يا لبنى، يلا يا لبنى، معلش يلا يلا، عاش يا لبنى. بصوا يا جماعه الدنيا زحمه ازاي، يا لهوي الدنيا وقفت. يلا يا لبنى والله فرحة الناس حلوة والله العظيم يا جماعة. فرحة الناس، فرحة ناكل الم... انت كليه. فرحة الناس تحفة والله العظيم، ربنا يفرح الناس كلها يا رب. انا يا جماعة الملبن ده حياتي، وبيملى سكر بيبهدل الدنيا، بس مش مشكلة. كلي يا لبنى الملبن، بصورك اهو يعني شوفي اهو يا جماعة اهو اهو. يلا يا لبنى يلا. يا لهوي انا بقشعر منه والله العظيم. جامد وفيه مكسرات. شايف احساسي بالملبن ده هو احساسي بالسوشي. هو احساسي بالسوشي بالظبط، عشان تعرفي بس. دخت من الجمال قسما بالله. شفتي شفتوا يا جماعه، هو كل واحد بيحب حاجه يعني. ايه يا لبنى جامد اهو، شفتوا هو ده احساسي بقى يا لبنى. حلو قوي، هو ده احساسي لما باكل سوشي والله. ناكل الثانيه يا جماعه، بس خلاص كفايه سكر كده. ايوه حبيبتي ربنا يخليك. فرحتي احلى؟ اه طبعا والله، نفسي انزل بقى واشوف فرحتي. عادي انزلي انا هسوق لك، ما تخافيش. بصي يا لبنى جماعه انا هتعلم السواقه والله. ان شاء الله ان شاء الله هعلمك ان شاء الله. اصبري في حد، انت اللي هتعلميني. اصبري في حد ثاني جاي. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. ربنا يسهل لك يا رب، ربنا يسهل لك يا رب، ربنا يسهل لك. برافو احلام، ربنا يفرح الناس كلها يا رب ويسعدها يا رب. جماعه بجد الموضوع مفرح بجد والله العظيم، بعيدا عن اي حاجه. اي حد في مقدرته، حتى لو انا قلت لهم علبه واحده، لا حتى لو هتجيبوا فرداني، عارفين لو هتجيبوا كيلو واحد نوع حاجه مثلا واحده وتنزلوا كده تدوها للناس، والله العظيم هتحسوا بفرحة. مش لازم بس في المولد يعني، انت أي حاجة. ممكن في اي وقت تعملوا الموضوع ده، اي حاجه. نعمل علب رز بلبن، علب مهلبيه، علب اي حاجه، وهتفرقوها الناس، هتفرح والله العظيم. ربنا يرزق الجميع يا رب، والناس كلها تقدر تفرح الناس يا رب، ونقدر كده ان شاء الله نعمل حاجات حلوه. شكرا احلام، شكرا. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب، ربنا يخليك يا رب. هما احنا الاشاره واقفه، معلش يا جماعه هخلي الكاميرا كده بقى، عشان مش عايزين، عشان احنا في وسط البلد ومش عايزين هيبقى في ناس كتير، ومش عايزين احراج لحد. الله يسهل لك يا حاج والله يا جماعه، الناس طيبه قوي الناس والله، الناس في مصر بجد والله العظيم طيبه. عشان احنا لسه نازلين من امريكا حاجه، ايه اخلاق الناس؟ لا لا يعني بجد الناس طيبين والله العظيم، فعلا الناس أيوة. طيبين وعلى نيتها، الشعب غلبان والله. صح يعني، اقل حاجه بتفرح والله العظيم. احنا وصلنا لحد وسط البلد، هنعمل بقى حاجه تاني مفاجاه هتشوفوها برده ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه، هنوريها لكم الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله. كل سنه وحضرتك طيبه، كل سنه وحضرتك طيبه يا رب. حياتي ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليكي ويرزقك يا رب. حياتي ربنا يخليك يا جماعه، الدعوه بالدنيا والله. طيب يا حاج، كل سنه حضرتك طيب، ربنا يخليك يا رب، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. الدنيا ضلمه بس احنا في الجراج، ف لو سمحت. ايوه استاذ، كل سنه وانت طيب. متشكرين يا فندم، شكرا حضرتك، متشكرين يا استاذ والله العظيم. الناس عسل عسل، ضحكة جميلة. اه ناس صافية، الناس صافية. فاضل واحدة ملبن، هنركن في البعيدة دي. اه مش مشكلة، في عم طالع اهو، ممكن تركني مكانه. بس يا جماعة نركن ونرجع لكم. طب اتفضل بس الأول، كل سنة وأنت طيب. حلاوة مين؟ كل سنة وأنت طيب. طيب
فين بقى فيه ولا الحمد لله يا جماعه الحمد لله خلصنا اللي معانا كلهم. فاضل معانا العلبه دي بدي ل في الاسانسير بتاع الجراج عشان احنا عارفين حد يلا طبعا شكلنا اتغير خالص عن بدايه الفيديو. ليه؟ لان احنا نزلنا رحنا وسط البلد جبنا حاجات وكده فاتبهرنا ارهاق. الحمد لله قصاد الارهاق فرحنا فرحة كبيرة الحمد لله. ويا رب كل دعوة دعت لنا النهاردة تبقى من نصيبنا يا رب. كل سنة وانتم طيبين ومولد نبوي سعيد وان شاء الله كده دايما مع بعض في كل المناسبات ان شاء الله. الحاجات الحلوة دايما في الخير بس يا رب ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم بس كده. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة واشتركوا بس كده. يلا باي باي.